وانت كيف دريتي؟ طبعا احجزيلي، احجزيلي قبل ما حدا يدرى، احجزيلي قبل ما تقولي لي انه ما عاد تصفي بطاقات. ايه ايه طبعا بدي البس شيء جديد على الحفله. لما بدي البس شيء جديد على الحفله، ما حاشتري شيء جديد. لك لا مو قصه بخل، لا ليش انا ما قلت لك؟ قال بابا جايب هالكم يوم. ايه بس ماما مو حابه تقول لحدا، بتخاف من العين ما بتعرفيها. ايه بس الاهم من هيك انه قال لي انه جايب لي شنطه مليانه اواعي. خلص خلص ايه اكيد بعيرك، بس مو قبل ما البسهم. ما بحب عير حدا شي مو لابسته. ايه طبعا يعني بحبه يشوفوه علي قبل. ايه طيب لملومه برجع بحكي معك. يلا بدي روح كفي نومتي، يلا غفلت عيني شوي هيك. طيب يلا باي. الو عم تقولي شي؟ لك خلص قلت لك احجزي لي، يعني حفله لفوديل وما احضرها؟ معقوله انت؟ طيب يلا حبيبتي يلا باي. الو شو؟ طيب هلا بقول لها. يلا ماشي اوكي باي. رولا النتائج البكالوريا بهاليومين. بكالوريا بكالوريا بكالوريا، فرطت معدتها بكالوريا، فاتت على الحمام بكالوريا بكالوريا. معك حق، صعبة هي، شلون بدك تقولها؟ يعني خالي شو سري هي؟ بدنا نلاقي طريقة نعرف بيقدر يجي ولا لا. لك يا منيرة انت ليش ما عم تفهمي علي؟ جوزك هو الوحيد اللي بيعرف اذا بيقدر يجي ولا لا. لك اذا مو عامل شي لك قال ليش خايف؟ خالي ما سمعت، قال دري باللي صار يجي 100 مرات، وقال لي انه هو ما بيتحمل يحكوا معه ولا كلمة، قال ببطل يرجع، بيقيم كل الرجعة من راسه. خالي خالي الله يخليك اسأله. سأل يعني اذا عليه شي حتى نعرف، نعرف شلون بدنا ندبره شو ما يرجع. هلا اذا رحت انا سألت ودقدست عن شي حدا يساعدنا، شو بدي اقول له؟ بأي بلد هو؟ بأني تلة؟ لك مو معقول، مو معقول يكون بشي بلد في بيننا وبينهم مشاكل، يعني هيك ساعتها من عائد المشكلة أكثر. الله يصلحك يا خالي، لك كنت تسأليه من أي محل عم يحكي. خالي شلون بتحكي أنت؟ كيف بدك ياني اسأله؟ بركي كان خطنا مراقب. إذا مراقب معناتها زاد في الطبور نغما، لك حاجة تنغري أنت الثانية هلكت عظامي. معناتها هن بيعرفوا كل شيء عنه وبيعرفوا وينه، وانت الوحيدة اللي ما بتعرفي شيء. يا الله انا رايح. لا 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 اشوف شو بيطلع بايدي ساوي، بس بدي مر بطريقي بالاول لعند رئيس المخفر طالبني لاشوف شو بده. دير بالك خالي لا تورطنا بشي قصة جديدة. انا اللي بدي ورطك ولا انت وجوزك وبناتك اللي هالكيني ومطالعين نفسي؟ انا وين رايح؟ اي خالي لعند رئيس المخفر. ها ايه دعي الله يعمي عنك حالك. بسم الله الله يجيرك. ولك تسلخوا عيونك، تسلخوا عيونك من كتر البكاء. حاجة تصحي وتلحي بقى، شو صار ليه؟ لسه بتعيدي وبتفتقي وبتبكي؟ فيلم ماما هذا، فيلم ما حفظتي؟ بعرف ما بعرف انه فيلم. بتعرفي؟ لك قال ليش عم تبكي؟ عم ببكي على جد، لو كان بيشتغل منقص كان انقص حاله معها. ام وسام قالت لي لو علي انا بخدمها بعيوني التنتين. انا بحبها، بحبها كثير لمنيرة خانو، بس شو بدي اعمل؟ جوزي منعني انه فوت لعندها او حتى احكي معها. اي قال بعد ما خليتي العصابة انتي وخالي يفوتوا على بيت هون وعلى اوضة نوم هون ويسرقوهن، وهن اللي يا حرام تواسطوا لخالك بالسجن. اي قال جوزها يا حرام ما عاد له عين يتصل او يحكي مع حدا لانه افتكروه انه هو تواسط لكل العصابة. ما تواخذيني منيرة خانو، عدم المؤاخذة يعني. اي معه حق، يعني انتو لفيتوا على بيتكم ناس بتعرفوا انه خريجين حبوس ومشبوهين،
وشفتي شو صار؟ كنا رحنا بشربة مي لولا لطف الله. انتي انفادي؟ انتي عم تحكي هيك؟ مو انا قلت لك حاجة بقى تعوديهم على صفرة رايحة وصفرة جاية، وانتي ما في غير تبدعي بالاكل وتعلفيهم؟ مشانك منيرة خانم، والله مشانك، مشان فاروق بيك كمان. هلا صرت انا المحقوقة؟ انا اللي جبت هالقوبة وحطيتها ببيتكم؟ ولا انتو فتحتوا لهم صالونكم مثل القاوش تبع السجن؟ هذا اللي صار. هلا قليلي لمين بدي روح؟ مين بده يسألي؟ ما بعرف، والله ما بعرف يا منيرة خانم. يا ريتني كنت بقدر فيدك، يا ريتني كنت بقدر اعمل شيء. كنت ما قصرت وكنت ركض. تعرفيني قديش بتلهف عليكي انا وبحب ساعدك، بس الا بهالشغله. هاي الشغله بالذات الها مداخلات منيرة خانم، مداخلاتها يا لطيف شو صعبه. هذا فوديل. بعرف، لك من الصبح مستلمة المسجلة. ايه، وانت من الصبح مستلمة الفيديو، حكيناكي شي؟ روحي روحي استلمي الفيديو، لا تزيديه على قلبي يا را، ماني لقيانة بنوم. انا حزينة حزينة كتير. إلا انك شبعتيهم غرا وموت، خفي عليهم بقى، حرام عليكي. هلأ موضة افلام الاكشن، هذا الفيلم بطلت موضته. وبعلمي فيكي بتحبي الموضة، بس الحب ما بتبطل موته. هذا الفيلم فيلم حب. فيفي الله يخليكي، رجليني سيدي فوديل، يعني حفرته بهالكم يوم وقلت لها لما تحجزي بركي صار رقص، كنت عم تدرب على الرقص. ليش ما حجزتيني معي؟ بركي انا حابه اروح. إيه انتي مانك فاضي ليكك، شلتي السي دي تبعه وحطيتي ام كلثوم. خلاص خلاص برجع لك اياه. حجزيني معك، حجزيني محلين. ايه انا بروح، مو المحل الثاني لي، وباخذ كوسه معي، بركي بيتحمس بالجو وبيصير بيغني مدام ما بده يحكي. انت اسكتي، لا المحل الثاني مو لي. لكن لمين؟ لرولا. ايه تركي رولا بهمها، نتيجه فحص البكالوريا بهاليومين. وانا عم اقول شبهها، فكرتك زعلانه علي وعم تدعي لي تنحل مشكلتي. ايه ادعي لحالك، ماني فاضي، ما شفتيني مدموجه بالفيلم. فيفي لمين المحل الثاني؟ لمين يعني؟ ألو، ممكن أحكي مع المنقذ؟ منقذ؟ منقذ الغرقان. وهلا رسلتيها بعدين؟ هديك المرة كنت متأكدة إنه خالك مع ليو شي، إيه بس هالمرة شو عرفك؟ بجوز يفتحوا ملفات جوزك ويطلع عامل له شي عملة برا وتذكريهم فيها، وما بتعرفي كمان، بجوز تتورطي أنت معه، مو أنت برده؟ متى؟ لا لا ما بدك ياها، ما بدك ياها ابدا ابدا. شو ليش قعدتي؟ حبيبتي هي صار لي ساعه عم بركض عندك، وساعتين الصبح بالبيت، والمساء ساعتين، ولسه بدي اروح على النادي. ما بدي تعب حالي اكثر من هيك، عندي مباراه تايكوندو، انا ما بدي اوقف، بدي نزلي شي كم كيلو، لانه ما بدي يجي وديع ويقول لي سمنانه، لا بدي اياه يندم لانه سافر وتركني. مطيعة شو بدي ساوي؟ قليلي وديع بدي يتصل بهاليومين ليعرف الجواب. يي تركيني فكر. ميمي مين يا مطيعة؟ مين يا مطيعة؟ مين يا يي ايه 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 تذكرت مين ممكن ينفعنا. نحنا بدنا نعرف اذا وديع عليه شي ولا لا. مين وديع؟ يي خالي جوزي، خالي واخوه لهذا اللاعب، هو اللي عنده هالشغلة، هو مسؤول عنا. كتير منيح، ما تحكي لك مع مطيعة؟ مطيعة عندها مباراة بالتايكوندو، بس تخلصها بدق لي تليفون وبتقلي امتى اخذت لي موعد مشان روح انا وياها نشوفه. طيب سلطه الفواكه مطيعة عملتها؟ لا خالي، هي انا سويت لك اياها خصوصي لك، كلها فيتامينات مشان تقوي ركبك.
صحيح خالي، ما قلت لي شو بده منك رئيس المخفر؟ نسيتيني قلك، هذا ناطور بنايتكم الأزعر رايح رافع علي دعوة هالمخفر، قال أنا سارق له ببور الكاز تبعهم. أنا دني نفسي لببور كاز؟ ولك هذا الأزعر ما بيعرف مقام الناس، ما بيعرف إنه أنا مرشح للوزارة 7 مرات، أنا أسرق ببور كاز؟ يخرب بيته. رئيس المخفر حاول يقنع، قالوا لك يا ابني نحن ضبطنا العصابة، ضبطنا العصابة كلها. ابدا ركب راسه، الا بده يرفع دعوة ضدي، وقال له لازم تعمل لي محضر تحقيق بهي الشغلة. وبعدين خالي شو عملت؟ ما عملت شيء، رئيس المخفر ما رضي يفتح له محضر، وقال له روح قصتك اي كيدية. قول كول 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 قولا. طب قول شعر شعر شعر. انتو ببغاء انت ولا شو؟ خالي جايب لي ببغاء اخراس من وقت ما جبته لهلا وانا عم علمه الحكي وهو ما عم. خلينا بموضوعنا. طيب يلا تصبح على خير خالي، مع السلامة. هلا صرتي تقري الفاتورة يا خانو؟ ليش من امتى انا بغشك؟ ابو راضي من هلا ورايح كل غرض بتجيب لي اياه بعطيك حقه، واللي الك عندي بعدت لك اياه مع ام راضي وزيادة كمان منشان الاولاد وخلصنا. خيرك سابق يا خانو، ليش عم تقولي هذا الكلام؟ انا شو غلطت معكم؟ شو سويت لكم؟ بدك شي ماما؟ لا وين رايحين؟ رايحين نجيب سيديات. هلأ كل هالسيديات اللي عندكم مو مكفيين؟ لا
ماما في سديات جديدة نازلة، نازلين نشتريهم. ماما ما معنا مصاري مفلسين. أبو راضي مريني خانو، أعطيهم منك أنا بحاسبك بعدين، لأنه ما زاد معي فراطة. وشوف أبو راضي، إذا طلعت نتائج البكالوريا قلي، وإذا قدرت تسألي مشان رولا. شو عليه خانو؟ تفضل امسكي، هلأ بنزل وبتدين لهم من أم راضي. تفضلوا. لا تتأخروا. لا إن شاء الله. شبكي ليش هيك الأوضة معتمة؟ عم بحضر حالي. لشو؟ للرسوب. بس لسه ما طلعت النتيجة، مين قالك إنك راسبة؟ بعرف أكيد أنا راسبة. بس يا رورو يا حبيبتي، أنتي مو درستي؟ مش شرط إذا الواحد درس البكالوريا ينجح. بس أنا حاسة إنك بدك تنجحي، حتى اسألي كوسا، كوسا مو بدها تنجح؟ نعم. بس أنا مالي حاسة هيك. طب مو كتبتي منيح؟ ما بعرف، كل ما بتذكر الفحص ما بعرف بتذكر شو كتبت، مالي عارفانة كأني مخبصة. حتى لو رسبتي يعني شو بدك تعملي؟ شو بدي أعمل؟ بدي أحبس حالي هون بالأوضة للبكالوريا للسنة الجاية، مالي حطلع من الأوضة أبدا. إيه لا تزعلي، أنا كمان بحبس حالي معك وبحبس هالأخرس هذا، بركي بتعلم يحكي شوي، يشوفك الحكيم ويهز براسه. هز براسك لقلك. كوسا كوسا شو رأيك؟ أنا برسب ولا بنجح؟ لك حاكيني هون كوسا. عطلك حمى إلهي، يشوفك الحكيم ويهز براسه متل ما قالت لك عليا. والله أنا كنت مفكرة أقوى من هيك، ليش خايفة كل هالقد؟ هي البكالوريا بتخوف خالي، معها حق تخاف. وإذا رسبت يعني شو بتكون خربت الدنيا وتقدم السنة الثانية؟ أنا ما عاد بدي خليها تتعب حالها خالي. هاي فريدة أخذت البكالوريا ودخلت جامعة وليكا ما بدها تكفي، أنا بدي اختصر الطريق وجوزها. شو هالحكي الفاضي؟ شو تجوزيها؟ لساتها صغيرة. ليش خالي؟ أنا لما تجوزت كنت قدها. نصحناكي وقتها ما قبلتي، أمك ضحكت بعقلك وجوزتك. إيه ما غلطت، لكني لساتني صبية وبناتي صبايا، بتصدق كتير أيام الناس ما بيصدقوا إني أمهم، خلص بدي لاقي لها هيك شي جوازة منيحة. إيه ما جوزتي يلي قبلها، ليك فريدة قاعدة ببيت مو متجوزة. إيه ما بتعرف خالي، بجوز رولا يجي نصيبها قبل أختها. ورولا يا حبيبة قلبي، عقدتها يسرى كتير خالي. إن شاء الله هيك الله بيبعت لعريس غير شكل. وبركي نجحت. إذا نجحت نجحت، وإذا ما نجحت ما رح أزعل. كل كلامك هاد بلا طعمة. أساساً بس يجي أبوه هو اللي بيقرر. خوش أنت مالك أنظم من أبوه بكتير يعني، وهو ما له أنظم منك. هاي مامي، هاي خالو. مرحبا ماما. مرحبا خالو. ليش طولتوا؟ كن زمان رايحين. اشترينا سيديات جديدة وجبت فيلم فيديو بياخد العقل، ببكي أكتر من التايتانيك. اي ماما، وأنا مرات سويت شعري عند فادي وأكلنا بيتزا. ليش ما جبتولي؟ ماما أعطيني مصاري بدي جيب بيتزا. اي بعطيكي خالي، أعطيها مصاري تجيب بيتزا. إيدك. شو بدك بإيدي؟ إجا الفرج افتحي الباب. لوين رايحة إذا مالك رايحة على النادي؟ شايفتك لابسة أواعي رياضة. ايه جاية مطيعة وبدنا نروح نمشي انا وياها.
الله يصلحك، كنت قولي لي لأمشي معكم. عن جد عن جد أنا بحب كتير الرياضة، بس ما حدا عم يشجعني. بتعرفي أصلا هلأ نازلة مشان قلك امشي نروح نمشي سوا. على كل إذا ما بدك ضل مع فاروق بيك، ضل معه مشان يتسلى لبين ما ترجعي. بس لا شو تضلي، لا خالي مو بدك تروح، هو قال لي بدك تروح خالي مو. لا 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 أنا مالي قدرة أروح، تعبان، بشوف لي شي برنامج علمي بالتلفزيون أو بقرا لي شي كتاب. البنات ما بيتركوا لحالهم يا منيرة، بيجوز بغيابك تطلع نتائج البكالوريا، ولا سمح الله لا سمح الله يعني بتعرف شو بيصير، نحن بالطابق الخامس، يعني لازم يضل واحد هون مشان يضبط الوضع. ايه خليك خالي خليك، مدام ام فادي حابة تعمل رياضة باخدها معي. نروح غير اوعيي لك. لا لا تغيري اوعيكي، ما بقى غير تجي مطيعة، ما بديها تستنى. جاهزة؟ جاهزة. يلا بسرعة، بدنا نلحق نركض لحتى ما نتأخر. ناخد تاكسي. لك شو تاكسي؟ من هلا عم لك بنروح مشي. بطلي لي على التكاسي بقى. لك لوين رايحي؟ مو بدك تعملي رياضة؟ خلاص امشي روحي. يلا. لك اروحي. روحي فادي. بدنا تجوزني؟ أنا ما بدي أتجوز، ما بدي أتجوز. يا ربي يا ربي ليش رزبتني؟ والله درست والله درست، بس كل الحق عليكم أنتو، كل الحق عليكم. بإشي ما عملتوا أنا عم بدرس، بإشي ما سويتوا. وأنتي فريدة كم مرة خطبتي وما زبطت خطبتك؟ كم مرة عملتي لي شي مشروع فني وشي مو فني؟ خلاص روحي خلاص، منشان الله لا تبكي. هلأ الجواز بيبكي كل هالقد؟ قليلي قليلي شو ساوي حتى تنبسطي. لا تساوي شي. وانتي يا را انتي صوتك لهلا بأداني. على قالوا لما قالوا مدري مين قالوا ضرابة. لك قبل ما اكتب الفحص صرت اكتب قبل كل كلمة قالوا. لك شلون بدي نشحوني؟ شلون بدي نشحوني؟ شلون بدي نشحوني؟ وانتي عليا عملتي لي البيت مستعمرة حشرات وحيوانات، صوت حيواناتك لزق على عيوني. لك ما حد شفت المراقبات انسان؟ صرت شوفوا حيوانات، شي قطة وشي حمامة وشي وحش. وحش بدي ياكلني، وحش بدي ياكلني. رورو رورو خلاص خلاص، مشان الله حاجة خلاص. انتي العقلة البينات ما بتساوي هيك، هلأ بتصيري مثلنا. رورو انتي مو بتقري علم نفس؟ طيب عالجي حالك. ولا قلك قولي لي شو اقرا انا بعالجك. علم نفس؟ انو علم نفس؟ صار لازم اقرا فن الطبخ واستقبال الجيران وزيارات الجيران. خلاص خلص انا ضاع مستقبلي، ضاع مستقبلي انتهى. خلصنا بقى خلاص. ليش عم تبكي كل هالقد؟ لسه ما طلعت النتيجه، وحتى لو كنتي رسبه شو بدك تعملي يعني؟ شو برولا مين زعلة؟ ليش عم تبكي؟ رجلك مغطين الشاشة. جفصة قولي لو سمحت. لو سمحت. يعني ما بده يروح؟ ما بعرف، بس قال شو يحط 5000 ليرة على حفلة بيجيب فيهم غرض للبيت. بيغني لي طول العمر. انتي شو قلتي له؟ انا بحب يغني لي طول العمر، صوته كتير حلو. انتي شو عرفك؟ غنالي مرة على التليفون، صوته بيشبه صوت علي الديك، غنالي سميرة واني الحاسوده. تعرفي بكرة منصير منمثل سوا ومنغني سوا، نعمل دويتو. هلأ موضة كتير. فيفي هلأ فهميني هو بده يروح ولا لا؟ حجزنا له؟ لسه ما رضي، بس قال بكرة بده يجي هو وقاله ويحكوا مع ماما. لازم يجهز له الجو حتى ماما ما تقلعه من على الباب. لك بشو عم توتوا التنتين؟ تعوا شوف هالفيلم القديم بيطير العقل هذا. انت حبيبي لفريد الأطرش من عمل نائلة. شايفينه خالو شايفينه؟ شايفينه خالو صمهم عايدينه وشي 40 مرة. لا 70.
شبكي كمان انت بايش صرحة؟ انا؟ لا خالو عم اتفرج معكم. هذي الاولاد شنق حالي. شو أعمل؟ يا ربي شلون بدي إلا لماما إنهم بكرة جايين؟ أنتي لو كنتي محلي شو بتعملي؟ أنا؟ أنا مستحيل كون محلي. أنا بغرق وما بعلق بهيك منقذ. فيفي بس فهميني شو اللي عاجبك فيه؟ جسمه مفتول ومشقر شعرات إيدي حاطت أكسجين. فيفي أنتي أكيد عم تحكي عن منقذ. منقذ؟ إيه. فيفي اذا امك دريت انه بكره جايين بتعمل لك جرصه. الو خالو هنا قولوا مين. هاتي ناوليني التليفون. خالو هنا هو مين؟ الو. ايوه نعم تفضل التلفزيون خليني اعرف اسمع بجوز يكون ابوكي. الو مين حضرتك؟ مين؟ مطيعة؟ ايه اعطيني الو مطيعة شبكي؟ ليش هيك صوتك؟ شوفي مفقودة؟ وين مفقودة؟ شو عم تقولي؟ انفادي؟ شو بقى انفادي شو صاير لها؟ قولي ليش معها فرد حتى تقوز؟ الو وين انت؟ وين انت يا مطيعة؟ قليلي لحتى اجي لعندك. الو نقطع الخط. الو لك روح افتح الباب. الو خالو هذا ابو راضي. ابو راضي مني حدا اجيت؟ بخير معلم بخير. بنت اختي مفقوده ومطيعه بدري شو صاير لها صوتها عم يقطش وانفادي مسكوها وهي عم تقوس. اللي شو عملت شو ساوي؟ ليش وين راحوا معلم؟ وين راحوا؟ ما بعرف يمكن راحوا على ملعب العباسيه. امشي معلم امشي. بشر الشوف حالي. لحظه معلم لحظه هذا ما معقول هيك بروح بدون صباط. يا لطيف وين صباطي؟ بعمل هيك بلبس الصباط. مشي تفضل معلم تفضل. لحظه معلم لحظه ما معقول تروح بدون جاكيت. وين الجاكيت؟ وين الجاكيت؟ يا لطيف وين الجاكيت؟ ليش رايح الحمام؟ ليك يا معلم ليك الجاكيت. هي الجاكيت بعمل هيك بلبس الجاكيت. هاني يا لطيف وين البسطون؟ أنا ليش معجوق؟ لأنه منيرة خانم يا معلم مفقودة ومطيعة خانم صوتها عم بيقطش وانفادي عم بتقوس. الحالي يلا امشي معلم امشي امشي. يلا امشي لحظة معلم لحظة شوي. يا رولا خانم مبروك نجحتي. لك نجحت ولا بهفط لحالي. امشي معلم امشي.